السلام عليكم، معكم محمد. اليوم إن شاء الله بنشرح شابتر 4 Displaying and Exploring Data. نبدأ مع الداتا بلوت. A data plot groups the data as little as possible and the identity of an individual observation is not lost. يعني إذا لما نجمع البيانات أخليها قريبة من بعض قد ما أقدر، ما تكون على مدى واسع. والidentity of an individual observation is not lost، يعني بستعمل كل قيمة لحالها، عكس الـ frequency distribution كنا نستعمل الـ range مثلا من 200 إلى 600، ويكون خلال الـ range عندي عدة بيانات. هنا لا، بستعمل كل واحدة بشكل منفصل. هنا مختصر النقطتين، إنه إذا جيت برسم dot plots خليها على شكل horizontal، أكتب القيم اللي عندي مثلا من 1 إلى 4، ولو افترضنا أن عندي هالبيانات دي 1 2 3 4، كيف أمثلها؟ بهذه الطريقة. الواحد عندي 2 متكرر، فأحط نقطتين فوق بعض، والاثنين 1 و3 و4، هذا حق بالنسبة لهذه النقطة، إنه لو تكررت عندي الأوبزرفيشن أو تكون قريبة من بعض بحيث ما أقدر أفصلهم، فراح أحطهم فوق بعض بشكل متكدس. هنا مثال عن شركتين سيارات، خدمة سيارات، اشتغلوا لمدة 24 يوم الشهر الماضي. هنا يبين لي عدد السيارات اللي تم خدمتها في الجداول. طلب ان نرسمهم على شكل دوت بلوت. مثلا هنا المتكرر 4 مرات تقريبا عند 32. بالنسبة لذي الشركة 32، يعني أشوف العدد كم مرة تكرر وأحطه على شكل نقاط فوق بعض، والباقي على شكل هوريزونتال. طيب ستيم أند ليف. In chapter 2 frequency distribution were used to organize data into meaningful form. يعني كنا نستعمل frequency distribution من بيانات أرقام إلى جداول أو رسمات تكون لها معنى توضح لنا البيانات. A major advantage to organizing the data with the frequency distribution is that we get a visual picture of the shape of distribution. يعني بدل ما هي أرقام بيانات على ورق، كنا نحولها إلى جداول أو رسمات تكون سهل بالنسبة لنا نفهمها. There are two disadvantages حق الـ frequency distribution. طيب أول واحدة الـ exact، the exact identity of each value is lost. يعني القيم الفعلية في الـ frequency distribution ضايعة. كيف يعني؟ مثلا هنا عندنا الجدول من 200 إلى 600. طيب فعليا أنا كذا ما أدري إيش البيانات اللي بالضبط موجودة في هالرينج. يعني اللي عارفة أن عندي 8، بس إيش هم 8؟ كم قيمتهم؟ ما نعرف. فهذا disadvantage. أما بالنسبة لرقم 2، difficult to tell how the values within each class are distributed. يعني هنا 200 إلى 600 عندي 8 قيم، كيف هي متوازعة؟ هل هي قريبة من 200 أو 600 أو في النص أو بشكل متساوي؟ كل ذا ما نعرفه، فذي تعتبر سلبية. One technique that is used to
display quantitative information in condensed form is the steam and leaf display. يعني هو طريقة لعرض البيانات بشكل مكثف تكون كلها مع بعض. Stem and leaf display, a statistical technique to organize and present a set of data. زي أي طريقة أخذناها قبل، طريقة لترتيب وعرض البيانات. Each numerical value is divided into two parts. The leading digit becomes the stem and the trailing digit the leaf. يعني مثلا لو عندي 33 بقسمها إلى قسمين stem و leaf. Leading digit اللي هو ذا الأولى 3 فأحطها هنا. التريلينج اللي هي التابعة اللي بعدها 3 كده تنكتب 33. لو مثلا عندي 14 هنا يكون 1 هنا يكون 4 بهالطريقة. The stem are located along the vertical axis and the leaf values are stacked against each other along the horizontal axis. يعني زي كذا الستيم تكون vertical عمودية، أما بالنسبة للليف تكون horizontal، نكتبها بهالطريقة بهالاتجاه. مثلا لو كان عندي 34 ثلاثة تكون هنا على شكل horizontal كذا، والليف تكون هنا vertical ثلاثة والأربعة horizontal هنا، نمشي بهالاتجاه. Advantage of the stem and leaf display over a frequency distribution اللي هي الميزة اللي في الستم and leaf مو موجودة في الفريكونسي. The identity of each observation is not lost. يعني أنا بستعمل كل البيانات اللي عندي بستعملها بشكل منفصل، كل واحدة لحالها مو على شكل range. هنا في مثال حق إعلانات، 45 شخص اشتروا إعلانات حق راديو. طيب هنا يقول organize the data into a stem and leaf display. Around what values do the number of advertising spots tend to cluster؟ يعني وين أكثر الأرقام تتجمع؟ وين تكون متجمعة؟ What is the fewest number؟ أقل عدد. What is the largest number؟ أكبر عدد. هنا أفضل شيء لما تكون عندنا بيانات أفضل شيء نرتبها عشان نقدر نحطهم على الجدول بشكل أسهل. طيب فأقل قيمة بتكون عندي 88 اللي هي ذي 88، أكبر قيمة اللي هي 156. البيانات وين تكون متجمعة أكثر شيء؟ ممكن نقول من هنا إلى هنا، في ذي المنطقة هي أكثر شيء البيانات متجمعة حوله. The usual procedure is to sort the leaf values from the smallest to largest. يعني هنا طبعا نرتبهم من أصغر إلى الأكبر. Which one is the better choice؟ يعني dot plot ولا stem and leaf؟ For presenting data especially with a large number of observation, إذا large one should use dot plot. يعني إذا كان عندنا مجموعة كبيرة من بيانات نستعمل dot plot أفضل. If you are doing a quick analysis for yourself, stem and leaf tools are handy and easy. يعني إذا بتسوي بيانات لنفسك وبشكل سريع أفضل شيء stem and leaf لأنها بسيطة وخفيفة.
طبعاً تكون عكس الـ dot plot، بتكون حق الـ small set of data. طيب الـ measures of position. The standard deviation is the most widely used measure of dispersion. خذنا أنواع الـ dispersion اللي هم الـ range والـ variance والـ standard deviation. الـ standard deviation is the most widely used، أكثر واحدة تستعمل. Another way to describe the spread of data is using the position of values that divide a set of observations into equal parts. يعني في طريقة ثانية لوصف انتشار البيانات عن طريق تحديد المركز position. وإيش هم الطرق؟ الكوارتايلز والديسايلز والبرسنتايلز. طبعا الكوارتايلز يعني هو تقسيم مجموعة البيانات إلى 4 أقسام متساوية. هنا عندنا Q1 Q2 Q3. Q1 تمثل الربع الأول، Q2 تمثل الربع الثاني اللي هو النص، Q3 يمثل الربع الثالث. هو تقسيم البيانات إلى 4 أقسام متساوية. أما الديسايلز هو تقسيم البيانات إلى 10 أجزاء متساوية. والبرسنتايلز اللي هو يعني نعتبره نسبة مئوية. فلما نقول كوارتايلز اللي هو الربع الأول، نقول إنه يمثل 25%. والQ2 يمثل 50، والQ3 يمثل 75. طبعا Q2 هي نفسها D5، كلهم يمثلون المنتصف. طيب هنا ناخذ قانون البرسنتايل. اللوكيشن اوف ا برسنتايل، ال تمثل location الموقع، ال P اللي هو العدد اللي يبيه بالسؤال. مثلا يقول لي حدد لي العدد 50 بالسؤال اللي مركزه 50، فيقول لي كذا أو 50 يساوي. ال N تكون عدد البيانات اللي عندي، ال observation total. وال P اللي هو المطلوب، المركز المطلوب، مثلا 50. The number of observations is n. So if you want to locate the median, median اللي هو معروف المنتصف، يعني 50. بالنسبة للبرسنتايل اللي هي 100، المنتصف بيكون 50. Its position is at n plus 1 divided by 2. ذي كيف صارت؟ بعد التبسيط، يعني n plus 1 50 على 100، هو يبي مركز 50. مع التبسيط يبقى 1 على 2 اللي هو هذا نفسه. Or we could write this as القانون العام نفس اللي فوق، where B is the desired percentile، المركز المطلوب. هنا في مثال، listed below are the commission earned last month by a sample of 15 brokers. هنا في عمولة من 15 مساهم. طيب المطلوب locate the median first quartile Q1 and third quartile. طيب أول شيء لازم نرتبهم عشان تسهل علينا العملية. لما نرتبهم وطلب مني أطلع الميديان، الميديان أقدر أطلعه مثلا بالنظر للمعلومات. عندي 15 قيمة، أدور القيمة اللي تكون بالنص، تقسم لي البيانات إلى قسمين متساويين
اللي هي 2038، أو عن طريق القانون. هنا عندي 15 قيمة زائد 1، هو يبي الميدين اللي هو نقطة المنتصف 50 على 100 يساوي 8 اللي هو العدد الثامن. أحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 كذا بالقانون أطلع عنه 2038 العدد الثامن، نفس اللي هنا. يقول لي the 8th largest commission is 2038، يعني أكبر ثامن عمولة هي 2038. طبعا لأنها الميديان فبتقسم لي البيانات إلى قسمين، بيكون نص البيانات أعلى من 38 والنص الثاني بيكون أقل من 2038. طيب هنا بالنسبة للفيرست اند ثيرد كوارتايل، بما أن الكوارتايل كنا ربع، ربع المية بيكون 25 والثيرد بيكون 75، وبالتعويض بالقانون يطلع الفيرست كوارتايل العدد الرابع اللي هو 1721، وال 75 الموقع البرسنتايل 75 يطلع العدد 12. فأحسب هنا 1 2 إلى 12 اللي هو 2205. طيب هذا في حال أن عندي بيانات فردية. هنا المثال عدد زوجي، فيطلع لنا بعض الأحيان العدد 10 مش عدد كامل. هنا كيف؟ بكل اختصار أن 43 هي القيمة الأولى اللي هي 1، لأنه يقول لي 1.75. طيب الحين الواحد القيمة الأولى 43، أبي أنا زيادة 75. طيب القيمة الثانية هي 61، فأبي زيادة عن 43 بقيمة 75. يعني بعبارة ثانية أبي أطلع 75% من المسافة بين 43 و 61. طيب فخلني أحسب المسافة اللي بينهم، 61 ناقص 43 يعطيني 18. طيب أنا أبي 75% من المسافة اللي بينهم، يعني 75% من 18 كم يعطيني؟ يعطيني 13.5. فخلاص أزيد عن 43 13.5 اللي هي 1 وزيادة عليها 75%. يعطيني 56.5. كذا أحسب زيادة اللي بالفواصل. الحين نتكلم عن box plot. A box plot is a graphical display based on quartiles that help us picture a set of data. يعني هو عبارة عن رسمة graphical تعتمد على الكوارتايلز، توضح لنا من الرسمة نقدر نعرف عدة أشياء. To construct a box plot we need only 5 statistics، 5 عناصر: المينيموم والماكسيموم فاليو والفيرست كوارتايل والميديان والثيرد كوارتايل. هنا في مثال حق محل بيتزا يوصل توصيل مجاني للي
مسافتهم أقل من 15 ميل أو أقل. طيب المالك يبي يعرف كم كل توصيلة تأخذ كم دقيقة. طيب how long does a typical delivery take؟ لما نشوف typical delivery أو typical value هو المقصد الميديان. Within what range times will most delivery be completed؟ يعني أغلب التوصيلات كم يبي لها وقت، يعني ما بين كم وكم أغلب التوصيلات تأخذ. طيب عندي سامبل حق 20 delivery وعطاني هالمعلومات، يبيني develop a box plot، يبيني أسوي البوكس plot حق delivery times. هالمعلومات دي يعني. طيب لما أسوي البوكس بلوت يكون عبارة عن خط طويل، بدايتها هي المينيموم فاليو ونهايتها هي الماكسيموم فاليو. بالنسبة للصندوق يكون بدايته هو الكوارتايل الأول فيرست كوارتايل ونهايتها الثيرد كوارتايل، والميديان هو اللي بالأسود. طيب طبعا المسافة ما بين الكوارتايل الأول إلى الكوارتايل الثالث تمثل 50%، فلما يقول مثلا وين أكثر البيانات متجمعة غالبا تكون متجمعة في هالمجال في 50%، والباقي 50% متوزعة هنا وهنا. وبعد نقدر نستنتج من الميديان انه مش في النص مايل اليسار، فهنا نستنتج انه في سكيود مثلا. طيب الانتر كوارتايل رينج، انتر كوارتايل رينج هو المسافة ما بين الكوارتايل الاول إلى الكوارتايل الثالث. يعني هنا عندي كوارتايل أول 13، هنا 22، المسافة اللي بينهم هي الانتر كوارتايل اللي هي لا عفوا هنا 15، فالمسافة هنا 7. The box plot also shows the interquartile range, the delivery times between Q1 and Q3. In the previous example, the interquartile range is 7 and indicates that 50% of deliveries are between 15 and 22 minutes. فلما يقول لي مثلا هنا what range times will most delivery be completed؟ يعني أغلب التوصيلات كم يبي لها وقت كم تأخذ، نقول هي ما بين 15 و 22 دقيقة. أما typical value بيكون هو الميديان اللي هو 18. The box plot also tells that the distribution of delivery times is positively skewed. كيف نعرف إذا positive أو negative؟ عن طريق الخط، هذا الخط. إذا كان الخط اللي على اليمين هو الأطول من اللي على اليسار فهنا positive skewed، والعكس صحيح، لما يصير الخط اللي على اليسار أطول يكون negative. طيب secondly the data is skewed because the median is not in the center. يعني أقدر أعرف مو شرط من الخط، لا من الميديان، لما ما يكون بالنص، ما يكون هنا بالنص، فأعرف إنه في skewed، في انحراف في الميديان. نروح عند الأوتلاير. الأوتلاير
فكرة الأساسية أنه عبارة عن فترة، يعني عندي مثلا هنا قيمة، هنا قيمة، ذي الفترة، أي قيمة خارج ذي الفترة هي تعتبر outlier. إنزين، فإيش هو قانون outlier؟ هو ال Q3 زائد 1.5 ال interquartile range. طبعا عرفنا أن ال interquartile range هو عبارة عن ال Q3 minus Q1 نفسه، يعني هذا بالنسبة لهنا Q3 هنا Q1 minus 1.5 interquartile range، هذا قانون الأوتلاير. أي قيمة طبعا شو اسمه، ذي القيمة بتكون هي اللي هنا، وذي القيمة بتكون هي اللي هنا. طيب، فهذا هي الفترة اللي عندي، ذي اللي بتكون أقل واحدة وذي أكبر واحدة. أي قيمة عندي في البيانات خارج ذي الفترة بتكون هي outlier. هنا الاكزامبل صراحة ما ادري من وين هالبيانات، ما حصلتها بالسلايد، ممكن من شابتر ثاني او من الكتاب. طيب، السكونس اللي هو الانحراف او الميل في الرسمة، يعني chapter 3 introduced measures of central location. خذنا central location، قياسات central location اللي هم الميديان والمين والمود، والmeasures of dispersion اللي هم الرينج والstandard deviation والvariation بعد for a distribution of data. Shape is another characteristic of a distribution. There are 4 shapes most commonly observed. يعني عندنا 4 أشكال شائعة اللي هم السيمتريك والبوزيتيفلي سكيود والنيجاتيفلي سكيود والباي مودل. هنا المقصد الشيب is another characteristic of distribution، يعني احنا من الشكل مو بشرط تكون بياناتك اعداد او جداول، ممكن تكون توزيع البيانات على اشكال صورة، يعني رسمة. هذا الانواع السيمتريك اللي هو المتماثل اللي يقسم الرسمة الى قسمين متماثلين، البوزيتيف سكيود نقدر نتخيله ان هذا البوكس المربع وهنا الخط الطويل، يعني كذا الخط الطويل على اليمين يكون بوزيتيف، وهنا نفس الشيء نتخيل ان هذا المربع البوكس بلوت صار الخط الطويل على اليسار يعني نيجاتيف. اما ذا الباي مودل، computing the coefficient of skewness، معامل الانحراف او الميل بالرسمة، مش الميل، الميل لا، معامل الانحراف. طيب، يرمز له skewness، هو 3 ضرب الاكس بار اللي هي المين الافرج ناقص الميديان قسمة standard deviation. The coefficient of skewness can range from minus 3 to 3، يعني بيكون من minus 3 إلى 3. A value near minus 3 such as minus 2.57 indicates considerable negative skewness، يعني كل ما كان قريب من 3 بالسالب
يكون considerable يعني كبير. considerable negative skewness يعني انحراف سلبي كبير. أما لو كان قريب الثلاثة العكس فبيكون considerable positive skewness انحراف إيجابي كبير. أما بالنسبة لما القيمة تكون صفر فهنا بيكون symmetrical يعني لا هو انحراف لا جهة البوزيتيف ولا النيجاتيف بيكون في النص symmetrical not skewed. طيب a value such as 1.63 indicates moderate positive skewness يعني لا هي قريبة من الثلاثة ولا الواحد فتكون في النص معتدلة. نفس الشيء بالنسبة للماينس لو كان ماينس بيكون moderate negative skewness. هنا مثال following our earnings per share for a sample of 15 software companies for the year 2010. طيب أعطاني هنا الأرباح مرتبها بالترتيب compute the mean median standard deviation find the coefficient of skewness using Pearson's estimate. طبعا في الاختبار ما بيجيب لي طلع المين والميديان والستاندرد ديفيشن عاطل بيقول لي coefficient of skewness وانا وبديهيا راح اطلع المين والميديان والستاندرد ديفيشن. What is your conclusion regarding the shape of the distribution؟ طبعا المين اني اجمع كل القيم واطرح او اقسمهم على عددهم. عندي كم واحدة؟ عندي 15 قيمة مكتوب هنا. الميديان القيمة اللي في النص بتكون 3.18 والستاندرد ديفيشن بالقانون حق السامبل ستاندرد ديفيشن هنا محدد لي فور سامبل راح استعمل ستاندرد ديفيشن قانون السامبل. هنا طلع لي المين والستاندرد ديفيشن وهنا الميديان تعويض مباشر بالقانون 3 ضرب المين ناقص الميديان قسم الستاندرد ديفيشن طلع لي السكونس 1.017. هنا لا هو قريب من الصفر ولا الثلاثة في النص هو أقرب للصفر بس ما يعتبر قريب كثير فنقول عنه moderate لأنه positive فmoderate positive skewness. ملاحظة there are different ways to calculate coefficient of skewness يعني عندنا طرق كثيرة لكن اللي بنستعملها اللي خدناها قبل شوي ذا القانون. في قانون ثاني حق السوفتوير the software use the following way اللي هو ذا القانون حق السوفتوير لكن غالبا ما بيجينا مثل ذا ان شاء الله يعني بس نحفظ القانون احتياط ممكن يجي بشكل نظري اما مسائل ما اتوقع. الحين خلونا نحل بعض المسائل من الكتاب. سؤال 7 في شركة غازات عندها مجموعة من الفواتير يبيني أطلع الفيرست والثيرد كوارتايل وبنستعمل قانون البرسنتايل فالفيرست كوارتايل اللي هو الربع الأول بيكون 25% والثيرد بيكون 75 يعني البي بتكون 25 والآن نحسبها عندي 30 قيمة 30 observation أو 30 فاتورة. طيب L 25 يساوي 30 زائد 1 ضرب 25 قسمة 100 يعطيني كم؟
2 × 7 = 75. يعني أروح عند الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السابعة، وزيادة عليها 75%. يعني هنا 75% من المسافة ما بين 7 و8. اللي هو 34 ناقص 31 يعطيني كم؟ 2.25. طيب 2.25 أضيفها على رقم 7 اللي هي 31. 31 × 2.25 يعطيني 33.25. طيب الحين الثيرد كوارتايل، 75 = 31 + 1 = 175 / 100 يساوي 23.25. طيب هنا عندي 15، هنا 16 17 18 19 20 21 22 23، وهنا 24. فعندي قيمة 23 وزيادة عليها 25% من المسافة ما بين 23 و24. فكم المسافة ما بينهم؟ 51 ناقص 50 ضرب ربع يعطيني كم؟ يعطيني ربع. طيب الحين أجمعها مع قيمة 23 اللي هي 50، يصير 50 + ربع 50.25. هذا بالنسبة حق A. طيب بالنسبة حق B اللي هو السكند ديكايل، قلنا أو الديسايل، الديسايل هو أقسم البيانات إلى 10 أجزاء متساوية. فالمية إذا بقسمها 10 أجزاء ويبي السكند، فيعني يبي 20 برسنتايل. طيب ال20 = 31 أو معلش 30 + 1 = 20 / 100 يساوي 6.2. يعني 6 هنا عند 27، بس في زيادة 0.2. أسوي نفس الشيء، أطرح المسافة بين القيمتين وأضربها ب 0.2. 31 ناقص 27 ضرب 0.2 يساوي 0.8. بعدين 0.8 + القيمة السادسة اللي هي 27 + 27.8. طيب الايت ديسايل اللي هو 80، ال80 = 30 + 1 = 80 / 100 يساوي
24.8. نروح لعدد 24 اللي هو 51، وزيادة عليها 0.8. فنسوي نفس الطريقة، 53 اللي هي قيمة المسافة بين قيمتين ناقص 51 ضرب 0.8 يساوي 1.6. والواحد فاصلة ستة أجمعها مع القيمة 24 اللي هي 51 يساوي 52.6. طيب الحين سي يبي 67 برسنتايل، كلها نفس القانون، 30+1 67 قسمة 100 يعطينا كم؟ 20.77. العدد 20 وينه؟ 16, 17, 18, 19, 20 اللي هو 47. راح أطلع المسافة بين 47 والقيمة اللي بعدها اللي هي 47، صح؟ فكيف بيكون؟ بيكون كذا 47 ناقص 47 ضرب اللي أبي زيادة عن 20.77. طبعا هنا بيطلع 0 ضرب 0.77 بيعطيني 0. طيب بعدين بجمعها مع قيمة العشرين اللي هي 47، 47+0 يعطيني 47. خلاص يعني نفسه، لأنه كيف لما أوقف عند قيمة وفيها فاصلة زيادة لكن القيمة الثانية هي نفسها 47، فما يفرق الفاصلة لأنه خلاص بيطلع لي نفس الرقم 47. الحين نحل مسألة 9 على البوكس بلوت. معطيني بوكس بلوت وطالب مني الميديان. الميديان واضحة اللي هو الخط الأسود اللي في الصندوق اللي هو عند 800. عند 800 هو الميديان. B estimate the first and third quartile for the amount spent. The first quartile قلنا اللي هو يبدأ عند بداية الصندوق اللي هو هنا كم؟ 500. والثيرد كوارتايل نهاية الصندوق هنا 1200. Q3 هنا Q1. طيب C estimate the interquartile range for the amount spent. قلنا هذا قانون الانتر كوارتال اللي هو المسافة ما بين Q1 و Q3. Q3 كم قلنا؟ 1200 ناقص Q1 500 يعطينا 700. الانتر كوارتال رينج بيكون 700. D beyond what point is a value considered an outlier. قلنا متى يكون عندنا outlier؟ الاوتلاير هو القيم اللي تكون خارج المجال. يعني هنا عندي اكبر شيء 1800، صح؟ اي قيمة برا زيادة عن 1800 هي outlier، اي قيمة اقل من 200 هي outlier بعد. يعني القيم اللي بتكون أقل من 200 وأكبر من 1800 بتكون outlier. E identify any outliers and estimate their value. نجرب.
قانون الأوتلاير اللي هو Q3 زائد 1.5 الانتر كوارتايل رينج. Q3 عندي 1200 زائد 1.5 ضرب الانتر كوارتايل طلعنا 700 كم يعطيني؟ يعطيني 2250. طلع الكوارتر الثاني اللي هو Q1 ماينس 1.5 في الانتر كوارتر رينج يعني 500 ناقص 1.5 ضرب 700 يعطينا كم؟ يعطينا ماينس 550. طبعا أنا ما عندي أي قيمة أكبر من 1250 هنا بالرسمة ولا أقل من 550، فكل القيم اللي عندي هي داخل المجال، ما عندي أوتلاير، فهنا بيكون نو أوتلاير أو أوتلاير. طيب سؤال 13 اللي هو عن coefficient of skewness، أعطيني بيانات، خمس بيانات، مطلوب مني المين والميديان والستاندرد ديفيشن حق الـ A. المين بيكون مجموع البيانات قسم عددهم، يعطيني 30.8. الميديان يساوي طبعا المفروض أرتبهم عشان أطلع الميديان صح، هنا بيكون 26، هنا 28، 31، 33، 36، فهنا بيكون عندي الميديان 31. بي أو باقي ستاندرد ديفيشن دقيقة، هنا 1 2 3، الاس اللي هو ستاندرد ديفيشن هذا قانونه نطبق عليه على طول، الان عندي 5 ناقص 1 بعوض بكل قيمة مطروحة من الافرج اللي هو 30.8 تربيع إلى آخره، بالحاسبة بتطلع standard deviation 3.96. طيب coefficient of skewness نطبق القانون على طول اللي موجود عندي هنا، 3 ضرب الأفرج اللي هو 30.8 ناقص الميديان 31 قسمة الستاندرد ديفيشن كم يعطينا؟ يعطينا -0.15 تقريبا 2. فهنا يعني نقدر نقول قريب من الصفر، هو قريب كثير، فنقدر نقول
هو negative skewness. طيب يكون negative skewness لكن مو كثير، بشكل خفيف moderate يعني، أو حتى أقل ما أدري، لكن قول moderate. المهم انه negative skewness لكن بشكل بسيط.